جابر المجري وايضا الاستاذ
دعمي في الكف الملف. الشبيبه الموجوده اليوم معنا والناس اللي حاضرين ومنظمات المجتمع المدني حول الخلفيات القانونيه الموجوده في الملفات وشنو الحلول القانونيه الممكنه. نعطي الكلمه للاستاذه بشرى بالحاج حميده كما في البرنامج. تفضل. شكرا. والله مع شبيبه هذه سعيد بفتحكم نحكي تفاصيل قانونيه ممله خاطر وانا ما عنديش فرص برشا نحكي مع شبيبه خاطر انتم المستقبل بتاع البلاد واحنا ما قاعدين نعملوا كان في الادنى اللي نجم نعملوه باش نضمن لكم ادنى ما يمكن من الحريات خاطر انتم خرجتوا مش احنا اللي خرجنا انتم اللي خرجتوا انتم اللي ضحيتوا وانتم اللي مستقبل قدامكم باش البلاد هذه تكون في مستوى باش تكونوا باش تكون البلاد هذه تضمن ادنى حريه باش البلاد هذه تعطي لاولادها وبناتها الحريه اللي يستحقوها واللي ناضوا من اجلها العديد والعديد من كل اجيال. جابر طفل صغير تونسي متحصل على شهادة عليا لكن بطل سنوات بطل كما العديد العديد من شبان تونس مش ينحي القلق والجو اللي يعيش فيه والبؤس خاطر معناه الانسان قرا حياته كامله ويتصور بنفسه مش يخدم يلقى روحه بطل شاد الفيسبوك خرج دي كاريكاتير ومش حلوين بكل معناه من الناحيه الفنيه مش حلوين لكن اللي تعرفوا الكاريكاتير هذو تفرجوا فيهم 16 شخص معناها ماهمش حاجه قويه منهم ما نتصورش على ضوء هذاك وقع ايقافه وحكم عليه بسبع سنين ونص حبس. وين المشكله؟ وين علاش نعتبروا القضيه ما وقعش فيها احترام حق الانسان وعلاش اعتبرناها محاكمه غير عادله؟ على خاطر الكتاب بتاع مصطفى المرزوقي يتسمى نشر حاجات ومنشورات من شأنها تحكير صف النظام العام. على خاطر وقت اللي مصطفى المرزوقي خرج كتاب جماعة الاسبيرانس شعر دخلوا لها البلاد كاملة دخلت لعبها والماتش سامحني والماتش طن وهذاك اش معناها تعكير صف النظام العام هو اللي عمله مصطفى مرزوقي بالكتاب نتاعو بينما اللي عمله جابر ما نجمش يتسمى يهدد النظام العام على خاطر ما قراه كان 16 انسان بس ما عم بيحد ما عدا فما شخص مهتم باللي يكتبوا خاطر متعاركوا وياه وخاطر فما صارت مشكله في الخدمه دونك بالله سامحني اسكو المحاكمه باكلي 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 حتى طلبنا عرض على الفحص الطبي ما صارش العرض هذايا واهم حاجه انه القانون اللي طبقوا عليه ما ينطبقش تماما خاطر معناها قلت لي تقول انسان ينشر حاجات من شانها تحقير صف النظام العام معناها فما ناس تحركت فما ناس تقلقت وفما معناها خوذه فما فوضى صارت بدات فوضى ما صارت حتى فوضى ما سمع به حتى حد كان ما نتحكمش ما يسمع به حتى حد لانه فما عشرات يوميا صفحات في الفيسبوك تكتب حاجات اللي ما نقبلوهاش لكن معناها ما تلقاش حتى رواج. تفضل. يعني تقول باش تلقى تبرير باش كان المره الجايه يسمعوا بها برشا عباد نجموا نحكموه على تعكير صف النظام. يعطيك الصحه انا حبيت نقول يعطيك الصحه يعطيك الصحه هذيك الحريه تنحكوا فيها هذيك انا حبيت نوري انت كلامك صحيح من ناحيه الحريات فهمت انا كل انسان حر لكن كان نحكي حتى على مستوى تطبيق القانون معناها القانون ما وقعش تطبيقه معناها جابر كان طبقوا عليه القانون الموجود في البلاد واللي هو تعمل في عاد بن علي واللي الناس الكل اللي تراهم اليوم يخطبوا بنص مرزوقي محمد عبو الى غير ذلك وراهو في وراهو في العيادي كانوا ضد الفصل 121 يعتبروه من النصوص القمعيه
ولكن احنا جاوزنا المرحله هذه وقلنا على فرض انه يطبقوا عليه النص هذا وما يطبقش. فهمت اللي حبيت نوصل معناها؟ هذاكش معناه مفهوم محاربه غير عادله، انك حتى القوانين الموجوده ما طبقهاش. مانيش نحكي على تطوير القوانين ولا الغاء القانون، ومفروض القوانين اللي تخلقت، كل القوانين اللي تخلقت للحد من الحريات مع الثوره، مع انه لغينا الدستور، المفروض يتلغاو بسيته اليه وتبقى القوانين اللي تضمن الحريات. لكن احنا بقينا في روحنا قوانين تطبق، وقلنا لهم على الاقل تطبقوهم، طبقوهم بصفه صحيحه. وكي نقارنوا قضيه جابر وقضيه العبدليه اللي بالحق صارت فوضى في البلاد، صارت فوضى مش من شأنها تعكير صف النظام العام، صارت أساساً حصل تعكير صف النظام العام، ومات حتى إنسان في سوسة. ومع هذا الأحكام كانت أحكام اللي هي أكثر ما يمكن تأجيل العقوبة. إيش حبيت نقول؟ الفكرة شنو اللي حبيت نوصلها؟ أنه اليوم وجود جابر في السجن هو فضيحة للقضاء التونسي، فضيحة للحكومة التونسية، وفضيحة للثورة، وفضيحة لكل إنسان اليوم يسكت ومعناها ويحس روحه كأنه معناها كيدافع على جابر كأنه كفر، وقت اللي هو يدافع على تطبيق القانون وحسن تطبيق القانون وحرية التعبير. لهذا نقول اليوم بقى جابر معناها قهرة كبيرة، باش نقولها معناها بطريقتي من غير كلام سعيد، قهرة كبيرة ياسر. وهذاك حبوا يستعملوا جابر باش يكون هذاك مثال، باش حتى انسان وخاصة الشاب ما ينجم يعبر على افكار اللي ربما المجتمع ماهوش موافق عليها ولا فيها اختلاف. معناها احنا اليوم بعد قعدنا 56 سنة ما عندناش حرية التعبير، نهار اللي فما حرية، الحرية ولات منطق انه مجموعة بركة ولا في صنف واحد ولا فكر واحد يعبر، في حين انه حتى كي نحبوا احنا نهار من نهارات نحطوا قواعد للحرية نجموا نتفقوا عليها، لكن ما تنجمش تبدا في بيت الثورة. اليوم ما نجموش نحطوا قواعد، ما وصلناش، احنا عملنا نقاشات في المجتمع ما وصلناش نناقش في مواضيع اللي كنا ما نناقشوش فيها بالكل، ما وصلناش نناقش فيها بطريقة أنه ربما نحطوا قواعد. اليوم الحرية ما يزال فيها حتى حد، الحد الوحيد أنه ما تناديش بالعنف وأن ما تستعملش العنف، هذا الحد الوحيد اللي المجتمع يجب يتفق عليه. لكن راو الناس اللي دعات العنف، الناس اللي مارس العنف، الناس اللي دعات القتل، معناها ما مارس عليها حتى نوع من أنواع الضغط ولا محاكمات، في حين انه انسان عبر على فكره لقى روحه في الحبس. واللي يقف مع جابر راهو مش يقف مع شخصه، باش يقف على انه كل تونسي وتونسيه حره في افكارها ما دام ما مارستش العنف وما نادتش العنف. شفتي يا استاذ افسر لنا يا اخي، هي فما محكمه برك حكم واحد يا اخي في الاصل، مو فما في الحاجات الاخرى معناها تلقى ابتدائي سنين تعقيد. يعطيك الصحه، احكام ابتدائيه. وجابر ما حضر مع حتى حد، وحضر وحده على خاطر محامين ربطه. واحنا سمعنا هندة، ويني هندة؟ هندة هندو وألفا رياحي، سمعنا بشاب تونسي في الحبس حكم عليه 7 سنين حبس، وما حضر مع حتى محامي، حتى محامي ما حب يقبل دفع عليه. مشيت هندة وألفا المهدية وعملوا لونكات وجاوني قبل يدفع عليه، وقلت لهم بيان سور فما حتى مشكل. هذاك علاش ولا في المرحلة الثانية عنده محامي، وحضر معنا أستاذ نزوغي ومحامي آخر، وقعد الحكم وبيدو عقبنا بعد لعقبنا. سمعني عاد ما تعدش المرة الأولى غلط المحامين، معناها المرة الأولى مش غلط المحامين، المحامين فما محامين ما حبوش يدافعوا عليه. غلطتهم ولا لا؟ معناها الحاكم حكم على بالحال، هاو اختارنا احنا المحامين وكيف كيف. فهمت؟ دونك احنا وصلنا للتعقيب شويه، ما نسمع ولا ولا استئناف. لا لا، الاستئناف الحكم قعد هو بيدو عاقبنا شويه، فرح ما نسمع ولا. وقت اللي وصلنا للتعقيب جاتنا، هذه لازم نقولها للراي العام، جاتنا وعود، وخديجه تشرف هنا معانا، جاتنا وعود من طرف رئيس الجمهوريه اللي هو باش يسيبه، واللي هو ما ينجم يسيبه الا متوفى الاجراءات. وهذاك علاش نصحناه وهو سمع الكلام مع الاسف، وجبدنا تعقيب نتاعو.
على اساس احنا عندنا وعود واضحه وصارمه ولا نقاش فيها من طرف رئيس الجمهوريه انه باش يقع العفو على جابر. يعطيك الصحه يعطيك الصحه بالكلمه. تحبوا تسمعوا على ولد الكاز شنو هي الفضايح الاخرين؟ الفيش الفيش